الضليع والباب تبدأ مسافاتي دمعة وجريح واعتاب رحلة معاناتي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أمك الصديقة الشهيدة المظلومة ذات الآلام الكثيرة في المدة القليلة المدفونة ليلا لا نهارا سرا لا جهارا. يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما، وقفت على البقيع فزاد حزني، وغير الحزن لا يحوي البقيع أكلمه ولا أرجو جوابا، وما عهدي تكلمني الربوع ولكن لوعة سكنت بقلبي أحاول كتمها لا أستطيع، فسألت البقيع لفرط حزني، ومني القلب مكتئب جزوع، أحقا ما نعو الزهراء بكاء، وفي أعماقها حبست دموع، أحقا أحرقوا ظلما فناها، وعصرا هشمت منها ضلوع. من رخصتكم يا موالين أحقا بالسياط تجاذبوها، أين الصارخون وفاطمة أحقا بالسياط تجاذبوها، فمنها المجن مسود وجيع يؤلمها بوجز السيف عاد، ويلطم خدها عبد وضيع، ومن سواد متنها اسود الفضا. يا ساعد الله الإمام مرتضى، ومن نبوع الدم من جنبيها يعلم عظم ما جرى عليها. ويلي من المشتكى من المعزى رسول الله، لما عصرت فاطمة بين الباب والحائط نادت يا أبتاه، يا رسول الله هذه من ظلامات الزهراء، اليوم أي شيعي موالي لأمير المؤمنين في أقاصي البلدان لما يوقع بشدة شي يصيح يا علي؟ أول من يستجير الشيعي بمن؟ بأمير المؤمنين. الزهراء زوجة أمير المؤمنين وبنت رسول الله، ولم تقدر أن تنادي يا علي، وهو مقيد بتلك الوصية، بمن استجارت الزهراء في تلك الحالة؟ صاحت يفضى صدري نعاب، ومحسين سي
تقط من بعتبة الباب جاءت فضة ولقتها فاق التراب يسيل من الصدر وضلوع الدم. بعد المن تسولف المن تسولف الزهراء الى رسول الله تقول له امر على عبده وضربني ومن ضربته للقاع ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشمني تقل بين الباب والحيط عصر سقط لي جنيني ولا وان انت شنيت يا ابويا عني وتشوف قام المرمرتني ومن البكي عليك منعتني. نعم ولكن الزهراء بين الباب والحائط اضلاعها بعد انت تدرون ايش صار بالزهراء كل الآلام جرت على الزهراء أضلاعها المكسرة شهيدها ولدها أول شهيد من أهل البيت سقط بين الباب والحائط حقها الذي راح بعلها ولكن بمن تعبأ الزهراء تعبأ بإمامها الذي قيده والذي أخرج مقيدا يجر من عنقه أمير المؤمنين إلى البيعة قلبها وكل تفكيرها عند إمامها أمير المؤمنين خرجت إليه ولكن بأي حال خرجت تعثر خلفهم تدعوهم خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء ماذا صنع القوم رجعوا إليها بالسياط فسودوا بالضرب منها متنها كي ترجع علي ينظر هذه الحالة يعلم بهذه المصيبة نادى سلمان اذهب إلى فاطمة وأرجعها بأي حال الزهراء بعد ذلك الضرب وتلك الإهانة ترفع يديها إلى السماء تريد أن تدعو على القوم وقد ارتفعت حيطان المسجد وكان البلاء وشيكا أن يسقط على هؤلاء اللعناء أتى إليها سلمان فاطمة سيدتي قد بعث أبوك رحمة فلا تكوني نقمة على هؤلاء القوم قالت له عم يا سلمان كسروا ضلعي صبرت قتلوا جنيني صبرت غصبوا حقي صبرت لا والله لا أصبر على قتل أمير المؤمنين لا أرجع حتى أرى عليا سالما بينا هي على هذا الحال وسلمان يصبرها كأني بأمير المؤمنين قد رجع يصلح عمامته ويصلح رداءه ورجع إلى وديعة رسول الله رجع إلى أمانة رسول الله رأى أن الوديعة قد تغيرت والأمانة قد ظلمت رجع إليها كيف أنت يا ابنة العم لم تخبره عن آلامها لم تخبره عن كسر ضلعها قالت له يا علي إن كنت بخير فأنا بخير ولكن شنو لسان حال الزهراء خلي أنا وياكم نسولف عن لسان حال هل أمير المؤمنين ويحضرنا ويسمعنا علي شو تقول له تقول له ألو جن من ولم صدري وبدي
العلاج مضلوعي ومحسن سقط من عندي وتجري المحسن دموعي وانت بصبرك مكتف ما تنهض ترد روحي اصيحا والدمع ست شاب يفض الصدر من انعاب ومحسن سقط يم الباب دقومي اللي يفض بساحا نلقاه شيل ابني دقومي اللي يفض بساحا نلقاه شيل ابني بعد شو السولف له تقل له عصرني وهش مضلوعي وصدر نعاب بالبسمة أين الصارخون وفاطمة أعيد إليك عصرني وهش مضلوعي وصدر نعاب بالبسمة ومحسن سقط من عندي وانا اصرخ بباب الدار ودم من الضلع يجري ودمعي على ولي دعبار الله اكبر. هذه جهة من آلام الزهراء الاعتداء أذية الحسن والحسين أذية أمير المؤمنين غصب حقها هذا فد عالم من آلام الزهراء. أكو عالم آخر هذا العالم اللي ضجت المدينة من آلام الزهراء من عنده يا هو فقد أبيها فقد رسول الله صلى الله عليه وآله. عجيب الأخبار اللي نقلت آلام الزهراء وهي تذكر رسول الله لما تغسل قميص الحسن والحسين تبكي على رسول الله تمشط شعر الحسن والحسين تبكي على رسول الله تطلب من أمير المؤمنين أن يأتيها بقميص رسول الله صلى الله عليه وآله فكانت تأخذ القميص إلى حجرها وتشمه شمة طويلة فتصرخ من البكاء وتستمر على شم قميص رسول الله وعلى النحيب إلى أن يغشى عليها بأبيه وأمه. فلما رأى ذلك أمير المؤمنين غيب القميص عنها وخاف عليها أن تهلك من شم عطر رسول الله. كان بلال مؤذن النبي قد امتنع عن الأذان بعد رحيل رسول الله إلا أن الزهراء تحب أن تسمع ذلك الصوت الذي يذكرها بأبيها فنادت لبلال فأقبل قال نعم سيدتي قال أذن يا بلال قد سمعت أنك امتنعت عن الأذان أذن أريد سماع صوت يذكرني بأبي رسول الله فقال سمعا وطاعة. صعد بلال على المنبر وقال الله أكبر الله أكبر سمعت الزهراء ذلك الصوت ونادت وأبتاه ومحمدا وأخذت تبكي ثم نادى أشهد أن لا إله إلا الله فاستمرت بالصراخ والبكاء فاطمة إلى أن وصل بلال وقال أشهد أن محمدا رسول الله. تقول الروايات سقطت فاطمة إلى الأرض مغشيا عليها ونادى الناس كفى يا بلال قد ماتت فاطمة ظنوا أن فاطمة قد ماتت أقبلوا إليها وهي على الأرض فاقت من غشيتها وقالت يا بلال قطعت نياط قلبي استمر بالأذان فلم يقبل وقال لها سيدتي إني أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك عند سماع صوتي فاعفني عن ذلك فأعفته. وهكذا ظلت تبكي وتئن إلى أن خرجت من بيتها إلى تلك الشجرة وقطعت الشجرة وبنى لها ذلك البيت كما نسمع من أرباب العزاء. ولكن أحبتي لا أطيل الحديث آخر زيارة
لقبر رسول الله. من النصوص المؤلمة، الزهراء أحست بأن هذه الأيام أو هذه الساعات آخر ساعاتها، فكانت جالسة متكئة فنظرت إلى أمير المؤمنين، قالت له: يا علي، ائذن لي أن أزور قبر أبي رسول الله. نظر إلى حالتها أمير المؤمنين، قال لها: كيف تزورين قبر أبيك وأنت بهذه الحالة وهذه الوضعية الصحية؟ قالت له: يا علي، إن هذه الزيارة زيارة الفراق، إني مفارقة لك يا ابن عمي. فبكى أمير المؤمنين وقالت له: لا بد من ذلك. فأخذها علي بن أبي طالب وقادها إلى قبر أبيها. تقول الرواية: فكانت تجلس تارة وتقوم أخرى، ما تقدر تكمل مشيها إلى قبر النبي. وصلت إلى قبر رسول الله، أنت أنه، وصاحت صيحة على قبر النبي تزلزل الجبال والأرض، وأخذت قبض من تراب قبر النبي وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان؟ غواليا صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. ورجعت وأوصت أمير المؤمنين بعدة وصايا: يا علي، إن مت فغسلني من وراء الثياب، وشيعني ليلا، ولا تدع أحدا ممن ظلمني أن يحضر في جنازتي. وأوصت وأوصت، وأمير المؤمنين ما أدري شنو حال قلبه وهو يسمع وصية الزهراء، وديعة رسول الله بعمر الورد بعمر الشباب، ماتت متأثرة بآلامها وبهذه اللوعات وهذه المصائب. إلى أن في مثل هذه الليالي أمير المؤمنين يجلس في المسجد، وإذا به يسمع صراخ الحسن والحسين وهما يناديان: أبا يا علي، نكلم فاطمة ولا تكلمنا؟ ماذا جرى أيها الحسنين؟ ماذا جرى على أمكم؟ ذهبوا إلى علي بن أبي طالب، قال: أوليأس قد ماتت أمنا فاطمة؟ تقول الروايات: ركض علي إلى داره فسقط إلى الأرض، ثم قام مرة أخرى، دخل إلى الدار، جلس عندها: يا ابنة رسول الله كلميني، يا فاطمة حدثيني. رآها يا وقد فارقت روحها الدنيا. ولكن بأي حال، تصور المنظر أيها الموالي: الحسن إلى يمينها، والحسين إلى يسارها، وزينب تبكي عند رجليها تقولها: يهون عليك يما تفارقيني، ست سنين عمرت يتميني. وأخذوا يبكون على قبر أمهم، وأخذ علي بن أبي طالب يجهز الزهراء ويغسلها. خلي قلبك يمل هاي المصيبة. تقول الروايات: أثناء تغسيل الزهراء أخذ أمير المؤمنين ناحية من الدار وأجهش بالبكاء. أتت إليه أسماء: سيدي، توصون الناس بالصبر وتجزعون؟ قال لها: يا أسماء، لا تلوميني، لما مرت يدي بأضلاعها وجدت ضلعا من أضلاعها مكسورة. أين الصارخون وفاطمة؟ أيوة علي، أنت المعزى يا علي بهذه المصيبة. ولكن أيها الموالين، لعل قلوبكم رفت إلى كربلاء عند سماعكم لفظ الأضلاع، كلمة الأضلاع، تذكرنا بذلك الغريب الذي مضى على صحراء كربلاء تحت حرارة الشمس. خلي نقرأ هاي الأبيات
المعروفة كلنا ويا أمير المؤمنين. ضلع واحد يا غلي وهد حيالك جاب له حسين شتسوي لك. ضلع واحد ما قدرت حدا تشوف شلون حالك لو انت تحضر بالطفوف. تشوف جسم حسين وزعت هي السيوف. آه فوق شتله ومسلبين. خلي الروح إلى كربلاء. أي حال وأي مصيبة مصيبة زينب. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار. لا تبزغي يا شمس كي لا ترى، زينب حسرة ما عليها خمار تستر باليمين وجها، فإن أعوزها الستر تمد اليسار. أنا زينب اللي يحجون عني سلية المصايب ما سلني، مصايب حسين الداهنني نزلا على عيوني وعمني. سيدتي يا زينب مصايبك هواي يا سيدتي، أي المصيبة أي كارثة أعظم على قلبك؟ ما أدري شنو أحكي عن مصائب زينب، ولكن من أعظم المصائب لما زينب بالخيمة ترتقب الحسين، ما تدري الحسين مات لو بعد عايش، ما تدري شو تسوي زينب، وإذا بها ترى فرس الحسين قد أقبل خاليا وذهبت تركض نحو الميدان، ورأت سيد الشهداء قد احتوشوه من كل جانب ومكان. ماذا نادت؟ صاح الصوت الحقوا يا العدنان، الحق حسين لا ينذبح بجون. والله وتقربت لي سمعت يون، وتقربت لي لقيت الول متوسد ايدي، ولقيت 1900 جرح بي. أين الصارخون وحسينا؟ والله 1900 جرح بي. أنا يا جرح شدني يا جرح خلي. قالها يا زينب كل جرح بعضاي عوفي، بس جرح اللي بقلبي ذلك علي. زينب شنو اللي وداك الى الحسين؟ شنو اللي صار الحسين وصاك بحفظ الخيام حفظ العيال؟ الخيام تبقى بيك محروسة، الاطفال بيك مأمنة. جاوب الحسين ليش طلعتي؟ تقول لنا لا ما حرقة ومخيم عيالك ما اجيت، ولا ما ضقني همي والقهر جام شكيت. من غصب يا نور عين حسين للحوم اعتنيت، بالله باصرني اخويا يا مصاب اتحمل. زينب شنو صار على النساء؟ شنو صار على الاطفال؟ جاوب الحسين فرن لكن بيا حال من طاح الولي فرن، وبذاك الفليا مولاي ظلن غدن يفترن. من اللي يفترن؟ يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة.
كل خيمة تشب بنار ردان ضربني الهيمة والسجاد جو سحبه ودمعه على وجن ساله. بعد آخر بيت هذا بيت عظيم على قلب صاحب العصر والزمان، والله يصيحون زينب طلعوها آها آها والله طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها. والله براس اخوها براس اخوها يا وين بجت بالصاط ضربوها يا سبوا الزكية وشيء يا اسمع أبوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها السر المستودع فيها، عجل الفرج لصاحب الأمر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه. اللهم اقضي حوائجنا، يسر أمورنا، شاف مرضانا، اقض دين مديونينا، وفقنا للعلم والعمل الصالحين، لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات. بين الضليع والباب تبدأ مسافاتي، دمعة وجريح واعتاب رحلة معاناتي.